مركز فنون الأداء بموريتانيا يختم 8 أيام من التكوين في مجالات مختلفة من المسرح، بينها مهارات التمثيل والإخراج، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة الموريتانية والهيئة العربية للمسرح. أبناءنا المكونين من مختلف ولايات الوطن، يسرني ويسعدني أن أحضر معكم اليوم لإسدال الستار على هذه الدورة الأولية التي احتضنتكم في مجال تقنيات وفنيات العرض المسرحي وفنون الأداء. وخلال هذه الندوة تعرف المشاركون على الجوانب النظرية من المسرح، واكتشفوا أبرز الأخطاء التي كانت تعترض سبيلهم، وسط وعود يقولون إنهم تلقوها بتوفير وسائل تحويل الجانب النظري الذي تلقوه إلى واقع مطبق. شاركت دورة تدريبية فنون الأداء بالمسرح، بالسينوغرافيا وهندسة المشاريع. كنت دائما نقدم مسرح نبواوش من الناس ما نم قاموا ممثلين ما نم ممثلين ونقدم بهم دائما ودسكتشات فيهم ياسر من الأخطاء. يقير الحمد لله نيجانا دكتور تقي أستاذ تقي الحمد لله ونعطنا ياسر مش في الإخراج ولا قدرنا نحن أن نستفاد من المحنت. البديل اللي جابتنا الدورة أنا جابتنا شيء حديث، لأنه اعتمد على السونوغرافيا فن، بأنك من خلال الإضاءة ومن خلال الإنارة أنك تقدر تصنع سونوغرافيا، تقدر تصنع أشياء بسيطة جدا، حكم أن في موريتانيا يمكن الإضاءة والإنارة ما هي موجودة إلا قليلة جدا إلا في المركز الثقافي الفرنسي. يقير من خلال المشرفين على الدورة، المشرفين على مركز الأداء، متأهدين أن 2019 إن شاء الله أن تؤديك الإنارة موجودة كاملة. ويلخص مكونون في الدورة ما تم خلالها في إجراء عصف ذهني يؤهل المشاركين ويوثق عرى الصلة بينهم وبين المسرح اهتماما به كهواية ودراسة له كتخصص. تحاول على انك تعدل عملية عصف ذهني لهم على ان في فن في مجال قالوا فن المسرح، وعلى انه بامكانه يدرسه وامكانه على انه يخصص فيه ويتخصص فيه، ويمكن على احد ياخذ فيه الشهادات العليا كيف التخصصات. وشارك في التكوين 20 مسرحيا من نواكشوط و24 اخرون من بقية الولايات الموريتانية في الداخل، وذلك استعدادا للنسخة الاولى من المهرجان الوطني للمسرح في موريتانيا والمزمعة اكتوبر المقبل.